السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواجهكم بحلوة سنيكرز. هاد الحلوة تحفة. هاد الحلوة ما فيهاش عجينة الصابلي، العجينة من التحت دايرة كيما البراونيز. حلوة رائعة في البنة تاعها. يلا هكا نبدلو شوية، ماشي كل الحلوة تاعنا تكون صابلي. تبعي معايا للاخير تكتشفي الطريقة كيفاش حضرت هاد الحلوة الرائعة. راح نبداو في الخليط تاع العجينه تاعنا، يعني هي ماشي عجينه، يشبه بزاف البراونيز. واش راح نحتاجو في الوصفه؟ راح نعطيكم المقادير بالكاس وبالغرام. عندي هنايا اول حاجه نبدا بها، عندي 125 غرام مارغرين طريه اللي رايحه ندير معاها 100 غرام تاع شوكولا سوداء، لكن شوكولا تكون اللي ناكلوها ماشي فيجيكاو، لانه فيجيكاو نستعملوها في الكلاصاج كيما اوبتيلاني نستعملها، هذيك فيجيكاو هذيك نستعملوها في الكلاصاج، لكن في العجينه تاعنا نديرو شوكولا سوداء اللي ناكلوها ونديرها فوق النار قيس ما تذوب لنا الزبده والشوكولا ونكملو، يعني يذوبوا فقط ما نخلوهمش يغلو. في الوقت اللي الشوكولا تاعنا راهي تذوب عندي هنايا زوج بيضات كاملين، ماذا بينا نكونو خرجناهم قبل من الفريجيدير ما يكونوش باردين. اللي رايحه ندير معاهم كاس الا ربع في هذاك الخط نتاع سكر غلاس، هذا الكاس يرفد 220 مليلتر سكر غلاس، والا اللي عندها الميزان دير 70 غرام. راح ندير معاهم مغرفه صغيره نتاع لافاني ونخلط كلش مليح حتى ينسجموا لنا. هنا اللي حبيت تستعمل لو باتور تستعمل، انا اليوم راح نستعمل غير الفوي. بعد ما ذوبتهم كما كنتم تشوفوا ميم با، يعني ماشي سخونين، قيس ما يذوبوا فقط نطفي عليهم ما نخليش الخليط تاعنا يغلي. اصلا شوفوا حتى الزبده هنا مازال ما ذابتش مليح، نذوبها هكذا غير تتخلط رايحه تذوب لنا. نفرغ هذاك الخليط تاع الشوكولا على البيض والسكر، نخلطهم مليح مليح. ديجا هنا الريحه راهي تشهي. بعد هنا واش نزيد عليهم؟ راح عندي هنايا مغرفه كبيره نتاع لا مايزينا ومغرفه كبيره نتاع الكاكاو البني المر. دائما الكاكاو نفس النصيحه دائما نذكرها، شمي الكاكاو تاعك، الا شميتيه بنين يعني الكاكاو تاعك بنين. حنا ماذا بينا ما نخصوش الوصفات تاعنا بكاكاو يكون ماشي شباب. اذا ندخل مليح هذاك الكاكاو في الخليط نتاعنا بهذه الطريقه. من بعد راح نزيد عليهم، هنا عندي 125 غرام تاع فرينه في الكاس هذا نتاعي، كاس سوا سوا، ولا عندك الميزان قيسي 125 غرام، هذا الكاس يرفد 125 غرام، يعني ماشي معمر بزاف. شوفوا الفوق راكم تشوفوا مليح. نزيد هذيك الفرينه، خميره الحلوه نص مغرفه، ماشي مغرفه صغيره، نص مغرفه صغيره نتاع خميره الحلوه، حنا ماناش حابينو يطلع لنا بزاف. اذا ونخلطو، وكل ما يقعد يعني هذا الخليط تاعنا رايح يشد روحه. علاش؟ لانه فيه الزبده وفيه الشوكولا، ها هو الخليط تاعنا. دوك هنايا رانا كملنا العمليه. من بعد نعمر الخليط نتاعنا في كيس هكا جيطا بالاحسن باش الخدمه تجينا شابه وتجينا متحوفه. اذا نفرغوا، نعمر الكيس تاعنا عفوا. عندي هنايا مول تاع سيليكون سبيسيال سنيكرز، الحلوه راهي يتباع وشوفوا شحال هي في 12 حبه هكذا باش يجوك الحبات كامل كيف كيف. بعد هنا واش ندير؟ نعمر هذاك الخليط اللي درته في لابوش، نعمره لكن ماشي حتى للفوق، لكن لو كان ديري بالمغرفه راهي حطلصي يعني خدمه اللي راح تعيك، لكن بهالطريقه راح نخدمو حاجه نقيه. اذا نكمل كامل نعمرهم. اذا من بعد ها هما جاوني الكميه، يعني نفس هاد قيس قيس المقدار اللي درناه يجي قيس قيس في هاد المول. دائما مول سيليكون نديروه في مول تاع حديد، نخبطوه مليح مليح هكذا باش ياخذ مستوى واحد، نقول الطرف تاعنا هكذا باش كيطيبوا ما يتحرقوناش، وندخلوا للفرن على 170 درجه غير ينشفوا كيما نطيبوا الموسكوتشو. نخرجوه تشوفيه نشف طلع لنا لانه فيه الكاكاو، وكان تخليه يطول بزاف راح ينشف لك بزاف وما يجيناش بنين. بعد ما طابوا وخليتهم بردوا راح نحيهم من المول تاعنا. شوفوا كيفاش جانا درك، انا صرا لي كيما هذاك اللي يعجز الا نعاود نطيب واحد اخرين. صافي درتهم كامل لهنا، انت قادره ديري زوج حبات زياده باسكو شوفوا كيفاش طلعت لنا.
على هذا انا واش راح ندير، رايح نحي شويه هذاك الفوقاني. اذا كيفاش راح ندير هكذا باش يكون عنده قاعده، نحي شويه هذاك الفوقاني، غير شويه ماشي بزاف هكذا، ثم فقط ما ديروش الغلطه نتاعي هكذا. شفتوا؟ تعرفوا واحد المثل تاع بكري، واحد كيكون عجزان باش يسقمها يروح يهردها كامله. معليش يلا راح نحي لهم انا غير هذاك الفوقاني باش نرجعهم مسطحين ونرجع لكم. كملاحظه فقط يعني مام ما تجيكمش طالعه بزاف، لكن نحي هذيك شويه فقط هكذا من الفوق هكذا باش يكون عندنا قاعده وين نحطوا الكراميل والمكسرات. انا هما الحبات عندي، بعد هنا واش عندي؟ هنا عندي نيسلي كراميل ولا توفيا ولا تاع الكابريس ولا كي ما حبيتي، المهم اي نوعيه نتاع كراميل. نحكم الحبه نتاعنا نتاع الحلوه وندير طبقه، يعني والله غير هاد الاكياس غير يساعدوا بزاف في الخدمه. ندير طبقه هكذا من الفوق نتاع الكراميل، كما سبق ذكرت اي ماركه ديريها من الطريقه. بعد ما كملت درت كامل الحبات، انا عندي الجوز، الجوز دخلته الفوق سخون فقط كي خرجت هذه الحلوه تاعي، طفيت دخلته. انا ما نحبش الجوز هكذاك، واللي تحب ديرو هكذاك ديرو هكذاك. الحبه راح نقسمها على زوج، لانه لو كان ندير حبه كامله راح تجي كبيره بزاف وما تجيناش شابه. اذا نديرو هكذا على الوجه، نقسم الحبه على زوج ونحطهم هكذا مايلين، راكم تشوفوا معايا. اذا الحبه نقسمها على زوج ونحطهم هكذا مايلين هكذا، يعني مام ينقسم لكله ما يهمكش، لصقهم هكذا مليح مليح على الوجه. اذا نزيدو حبه، العمليه راهي ساهله. وانا نفضل الجوز ولا الكاوكاو، لكن اللوز نعرفوا انه مقرمش بزاف، يعني يجي يابس ما يجيش شباب في وصفه كيما هذه. اذا نكمل كامل نعمره. بعد ما كملت كامل الكميه ها هي معنا اللي عندي. دوك واش راح ندير؟ راح نجيب اون بلانش باش نقطعوا الشوكولا نتاعنا. انا اليوم راح نستعمل شوكولا بالحليب، ها هي معنا اوبتيلا اللي رايحه دائما نقطعها الشوكولا دائما، هذه هي الطريقه باش تنجح لك وما تحرقلكش. اذا نقطعها قطع صغيره. قبل ما ندير هذا الذوب ندلها الزيت، شحال ندلها؟ ندلها داك واحد المغارف كبار نتاع الزيت قبل ما نذوبوها، عطينا نتيجه احسن. ونديرها فوق حمام مائي، اذا النار تكون ناقصه ونبقى نخلط حتى تذوب لنا كامل هذيك الشوكولا وتولي لنا ليس. اذا ها هي معنا بعد ما ذابت، شوفوا كيفاش ذابت لنا هايله. حنا ماذا بينا الحلوه نديروا لها كوش رقيقه، يعني ما نديروهاش كوش خشينه تاع الشوكولا. نحكم الحبه تاع الحلوه تاعنا، نحطها هكذا دائما فوق فرشيطه ونغلاصيو الحلوه تاعنا. شوفوا شحال جاتنا شابه. انا في الكلاصاج نحب شوكولا بالحليب، نسي كيفاش نغطي مليح مليح الحبه تاعنا، يعني ما نخلي حتى مرصو يبان منها، دائما نهبطوا هذاك الزياده. انا فقط هنايا الى داك الكارياج درت تحته الساشي، نشوف بلاصه تعرات لي نغطيها. هذا ما كان خمي غير في غضك. اذا ها هي معنا واجده، يلا دوك نحطها على الكارياج. ونزينها بلا فاي دوغ، نحكم هكذا قطعه نتاع لا فاي دوغ ونلصقها غير لهنا هكذا في الطرف هكذا. اذا هنا راح نكمل كامل الكميه، نخليها تنتشف الشوكولا، نديرها في ديكيسيت ونقدموها. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، يعني جات هايله. العبر اللي عطيته لكم يقطع لنا 12 حبه، تقدري تروحي حتى 13 حبه. ها هي معنا، شوفوا الحلوه هذه كيفاش جاتنا، جات هايله هايله هايله. راح نقسموا حبه باش نشوفوها عن قرب هذه الحلوه كيفاش جاتنا. اذا بسم الله راح نقسموا الحبه. تحفه البنات، شوفوا للداخل هذاك لو بيسكوي اللي درناه يجي هايل، هذاك النسلي، داك الجوز، وكلاصة الشوكولا. ماذا بينا كلاصاص تاع الشوكولا يكون رقيق، ديري له الزيت وما تخافيش من هالكلاصاص تاع الشوكولا. ها هي الحبه تاع الحلوه معنا، هايله هايله هايله. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه
وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. بصحة أفطاركم وإلى اللقاء.